رئيسة الجمعية النسائية، مع زوجات الأمراء والوزراء، مع زوجات المصريين العاملين هناك. وفي كل مكان كان شيء واحد يستقبل أم كلثوم. ساحل الخليج في الكويت، الصحراء والبحر وميناء الأحمدي، أو مميزات الكويت الثلاثة: ريحة الجو بترول في ميناء الأحمدي، والتدخين ممنوع في أماكن كثيرة. الصحراء في المنطقة دي ما بقتش صحراء، وميناء الأحمدي هو أصغر المواني سنا في العالم، عمره 19 سنة بس. اسمه على اسم أمير البلاد السابق أحمد الصباح. والحقيقة أن المينا بتواجه أكتر من مشكلة، والمشاكل دي بسبب تطور نقلات البترول، فالنقلات بتكبر والمفروض أن المينا يكبر. عشان كده المينا بيضطر أنه يقفز ويستعد لاستقبال مراكب حمولتها 300,000 طن. أنابيب البترول الممتدة بتصب في المراكب، ومنها بتسافر للعالم كله. ده أضخم ميدان في الكويت، وشوارع الكويت عمرها أصغر من عمر المينا. يمكن المينا هو الشيء العجوز في الكويت، لأن في شوارع عمرها 10 سنين وشوارع عمرها 10 أيام بس. وكل شيء في الكويت بينمو بسرعة، السرعة دي زي سرعة تدفق البترول. والقصور على الطراز العربي والحديث، وعدد السكان بيقل عن 500,000. مفيش في الكويت نهر، والناس بتشرب مية البحر بعد ما بتتحول لمية حلوة. وأضخم سيارات في الكويت هي سيارات نقل المية. الأسواق في الكويت كتير ومتعددة، والأسعار رخيصة ما عدا في سوقين: سوق الذهب وسوق اللؤلؤ. وكل بريق اللؤلؤ بيتضاءل جنب بريق لؤلؤة النيل أم كلثوم. السفير المصري في الكويت بيستقبل أم كلثوم وضيوفها. ده الدكتور عبد الفتاح إسماعيل، مدير جامعة الكويت. شويكار وفؤاد المهندس. وأمينة هنيدي بيحيوا أم كلثوم. مصريين كتير قبل أم كلثوم في الكويت، مصريين عايشين في الكويت، كل حنينهم للأهل والحبايب والأصحاب في مصر ارتوى من وجود أم كلثوم بينهم، كأن الحبايب كلهم جم معاها. وبدل ما هم يزوروا مصر، زارهم جزء عزيز جدا من مصر. صورة أم كلثوم أمام مسرح الأندلس، وهو المسرح الكبير اللي هتغني فيه. أم كلثوم مع الداعية لولو القطامي، وهم في طريقهم لافتتاح معرض الصور اللي أعده فاروق إبراهيم.
المعرض بيضم أجمل صور للفنانة، الفنانة العظيمة اللي رفضت تغني بعد العدوان إلا للمجهود الحربي. صور من مصر وصور من المغرب ومن باريس ومن الكويت، صور كتير وكل صورة لها ذكرياتها ولها أحاسيسها ولها غلاوتها عند الناس. احنا دلوقتي بنستعد للحفل. التلفزيون العربي والتلفزيون الكويتي وأيضا الإذاعة الكويتية والجمهور في الصالة. We're
وفي الاستراحة ما قدرتش أم كلثوم إنها تستريح، كانت استراحة بالنسبة للناس لكن مش ليها. الصحفيين والسيدات والمعجبات هجموا على أوضتها بين الوصلتين، كلهم عايزين تذكار منها، إمضائها على أسطوانة أو إمضائها على صورة. وفي نفس الوقت كانت الكاميرا بتقوم بجولة سريعة في الصالة. اتفضلي، ممكن تقدمي لنا نفسك؟ دلال مشعل، خبير مراقبة الخدمة الاجتماعية بمعهد الخاصة. انتي اتخرجتي من فين؟ خرج من القاهرة، كلية البنات عين شمس. وبالك قد ايه بتشتغلي مشرفة اجتماعية؟ لي اشتغل تقريبا 6 سنوات. طب انتي جاية النهاردة وسهرانة مع حفلة ام كلثوم، ولاحظت انك قاعدة هنا من بدري وكنت متحمسة جدا في الوصلة الاولى، فانتي من امتى وانتي بتحبي ام كلثوم؟ من مدة طويلة احب ام كلثوم طبعا، من المعجبين فيها وشرف لها بوجودها عندنا في الوقت هذا. هل في اغنية معينة بتفضلي انك تسمعيها؟ والله انا وقال ام كلثوم الكل احبها، واكثر شيء الرباعية الحين. سالم احمد الخشتي. ايه عملك في الكويت؟ موظف بوزارة الصحة العامة. انت ابتديت امتى تتتبع اغاني السيدة ام كلثوم؟ والله بتتبعها من 20 سنة. من 20 سنة وقد بتجيلك فرصة انك تحضر لها حفلات لها؟ والله للأسف ما حصلت فرصة اللي اجي على مصر في ايام الشتاء، اما جيت هنا جيت مصر بالصيف وما فيش حفلات بالصيف للأسف الشديد يعني. اذا دي اول حفلة تحضرها لها؟ ثاني حفلة. اول حفلة كانت امتى؟ سنة 63 بدار سينما الاندلس هنا. انا برضه. طب شعورك ايه وانت قاعد بتحضر الحفل؟ والله اعظم فرصة في حياتي، واسعد لحظة من لحظات العمر. تتوقع ان سيدة ام كلثوم هتقول لنا ايه في الوصلة الثانية؟ والله انا متوقع الاطلال لربما. احنا عايزين نتعرف بيكي في تلفزيون القاهرة. اهلا بيكي، اسمك ايه؟ مدام عبد الرزاق. اسمي سبول افندم سلطان، شيخة سلطان. الشيخة سلطان؟ شيخة سلطان ابراهيم. ده اسم الوالد. 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 بتحبي تسمع ام كلثوم؟ احبها واسافر علشانها بعد. بتسافري عشانها؟ بسافر عشانها. بتروحي فين؟ سافرت 4 سنين مصر. بتروحي مصر تشوفي عشان الحفلة؟ عشان الحفلة المخصوص. ممكن تبصي كده للسادة المشاهدين ولا انت بك؟ لا لا ما تبصي لي طبعا. انت بتكسفي ليه؟ انا استحي بعد يوم كف بتستحي. ما في حد صوتك خالف عشان تستحي. قولي لي، انت قلتي انك بتسافري مخصوص لام كلثوم وتجي لها القاهره علشان هذا. انت بتحبي تسمعي كل اغانيها؟ كل اغانيها. ولما يبقى في حفله في الاذاعه بتقعدي تسهري لها؟ اسهر لها. نعم. تسهري لاي وقت يعني. ايه اكتر غنوه بتحبيها لام كلثوم؟ احب قصه الامس. قصه الامس. اسمك ايه؟ حس ابراهيم. حس ابراهيم. حس ابراهيم. انت دايما بتحضري حفلات ام كلثوم؟ لا اول مرة، بس انا احبها كثير يعني. كنت يعني عايشة بالقاهرة كثير 4 سنين على طول. هل دي اول مرة تحضري حفلة لها بتقولي؟ اول مرة بس. لكن بتسمعي اغانيها دايما في الاذاعة؟ بحبها قوي وبسجل لها كثير يعني. انت اللي بتسجلي لها كل حاجة؟ ايوه. بتحبي ايه اكتر اغاني السيدة ام كلثوم؟ يعني فكروني وانت عمري. هذا اكثر شيء فكروني بموت فيها. اكثر حاجه بفكروني بعيد بعيد بعيد.
امتى بتسمعي ام كلثوم التسجيلات اللي انت مسجلاها؟ يعني اي وقت بيحطونها اقضي عشانها. بس بتفضي نفسك عشانها مخصوص يعني؟ طيب تتحس تفتكري ام كلثوم هتغني لنا ايه في الوصله الثانيه؟ والله يعني انا قاعده احاول اقول يمكن تفكروني تغنيها. نفسك انها تغني فكروني؟ ايوه. انت بتحبيها قوي الاغنيه؟ ليه؟ بتفكرك بحاجة؟ ايوه. ايه حاجة كويسة طبعاً. طبعاً. طب ما نقدر نعرف بتفكرك بإيه؟ لا ما تقدريش. حاجة يعني ما تتقالش للسادة المشاهدين؟ لا. طب علوم احنا نرجو ان احنا نسمع معاكي برضو فكروني عشان انت تفتكري الذكريات الحلوة اللي انت مش عايزة تقوليها للسادة المشاهدين. الله يخليكم مشكورين. شكراً. ألف شكر. وفي الوصلة الثانية ومع رغبات المشاهدين والمستمعين وأغنية الأطلال.
حفل سيدات السفارة والمصريات العايشين في الكويت. وبعد التكريم اللي تقدم لأم كلثوم من شعب الكويت وأميره، تلقت أم كلثوم تكريم المصريين هناك. والحقيقة أنه إذا كان الغناء بيشبه إحساسنا بالجمال، فإن غناء أم كلثوم بيضيف إلى الإحساس بالجمال الإحساس بمصر. ويمكن ده أهم من الجمال بالنسبة لنا، يمكن الإحساس بمصر أهم من أي شيء آخر. المغرب وحالين الكويت، فيا ترى زيارتك القادمة هتكون إيه؟ إن شاء الله زيارتي القادمة هتكون لتونس. وبعدها؟ وبعدها يا ستي هتكون لبعلبك في لبنان. أيوة. وبعدين الجزائر والسودان والعراق. يعني لسه مجموعة زيارات كبيرة إن شاء الله. إن شاء الله. طب حضرتك خلال زيارتك في الكويت قابلت شخصيات نسائية كتيرة، فيا ترى إيه رأيك في المرأة الكويتية؟ المرأة الكويتية في غاية الذكاء. حتى اللي لاحظته هنا، اللي فاتها مجال العلم في الأول بتعوضه الآن في مدارس ليلية، بشكل مقبلين على العلم بشكل عجيب، وده طبعا كسب للمرأة العربية. وبعدين نص المجتمع اللي كان عاطل بقى دلوقتي يعني يفرحنا احنا كسيدات ولا ايه؟ طبعا. طب انا عارفه ان سيادتك زرتي الكويت سنه 63، وبعدين اهو حضرتك بتزوريها سنه 68، فقطعا لاحظتي يعني حاجات اتغيرت في خلال الخمس سنوات. ده تغير عظيم، وتغير في كل المجالات، مجال العلمي والمجال العماره ومجال الطرقات، وحاجات يعني تفرح كل واحد عربي انه يجد بلد عربية بتنهض بهذه السرعة. شيء يفرحنا كلنا. طب في حاجة انا لاحظتها في الحفلة اللي اقيمت في مسرح الاندلس يوم الخميس. الحقيقة بعد الوصلة الاولى انا نزلت في الصالة والتقيت بالجمهور، عملت معهم حديث وكنت بسألهم ايه الحاجات اللي بيتوقع ان سيادتك هتقوليها في الوصلة التانية، وكنت بسألهم برضو ايه اللي هم نفسهم يسمعوه. اللي حصل ان انا لقيت اجماع من جميع الحاضرين انهم عايزين يسمعوا الاطلال، فمش عارفه ايه سر يعني او حبهم الشديد جدا للاطلال. اولا اطلال لغه عربيه، واللغه العربيه مشتركه بين جميع الدول العربيه، يعني هي اللغه الاساسيه، اما الباقي فهي لهجات. ادي اول حاجه. ثانيا اللحن شرقي جميل، يعني ما فيهوش اي حاجه دخيله عليه. ثانيا الكلمات لطيفه وفيها صدق، ده كل العوامل دي مجتمعة. وبعدين انا بقى مش عارفة بقى الأداء، ده بقى انت تقوله بقى ولا ما تقولوش عليك؟ لا نقوله لجانب الاداء طبعا، هو ده الاساس، الاداء الرائع. وبعدين نقدر نقول حاجات لا، الاساس الكلمات ثم اللحن وبعدين الاداء يجي في الاخر. الواقع ان مكملين لبعض. طب حضرتك التقيتي بالموسيقار محمد عبد الوهاب في اكتر من عمل، فيا ترى في لقاء اخر معه؟ ان شاء الله في لقاء مع الاستاذ محمد عبد الوهاب واستاذ الصنباطي واستاذ الموجي والاستاذ بليير، وارجو ان يعني اقدر احقق اكتر هذه الالحان او بعضها ان شاء الله في الموسم الجاي. طب في سؤال اخير، وهو ان كل واحد فينا بيبقى له اماني واحلام، فيا ترى حضرتك تفتكري انك حققتي كل امالك واحلامك؟ ابدا. بني ادم ده طماع بطبعه كده، كل ما ربنا حقق له امنيه يخلق هو امنيه ثانيه. وبعدين دي يعني دي سنه الحياه، ان الواحد كل ما تتحقق امنيه كل ما تتخلق امنيه ثانيه وثالثه ورابعه، مش كده؟ مش انت عندك كده؟ دي طبيعه بشريه. لا يعني انا بس؟ لا، هي طبيعه بشريه، الواحد دايما بيطلب المزيد. فعلا. طب احنا بنشكرك على اللقاء السريع ده واللقاء الممتع، وشكرا، ونرجو ان احنا نلتقي مره ثانيه في زيارات اخرى ان شاء الله. شكرا. العفو. مطار الكويت وأم كلثوم بتستعد للعودة للوطن. في مطار الكويت كان فيه أكتر من تعبير عن الحب اللي الشعب العربي بيحسه نحو سيدة الغناء، في أكتر من مظهر للود، وكان في أكتر من شخصية بارزة وجهت لها الدعوة، وكان في شخصيات تانية راحت كتير المطار من غير أي توجيه دعوة.
راحت من نفسها عشان تودع سيدة الغناء. السفير المصري والأمراء وشخصيات كويتية، سيدات السفارة المصرية وسيدات كويتيات راحوا يوصلوا أم كلثوم لغاية سلم الطيارة. الناس عرفت أنها هتسافر في اليوم ده. الخبر اتنقل من الجرايد للخليج للصحراء للمدينة للشوارع للبيوت. عرفوا كل واحد واتملى المطار حواليها. حتى الأطفال راحوا المطار وأصروا أنهم يودعوا أم كلثوم. ناس كتير من اللي راحت ما تعرفش أم كلثوم، كل اللي بيربطهم بيها هو الحب، الحب اللي بيكون بين الجمهور وفنانه. قبولات كتيرة وثلاث هدايا من الكويت لأم كلثوم. الهدية الأولى ألبوم صور للرحلة، والهدية الثانية مصحف، أما الهدية الثالثة فباقة ورد. قبل الهدايا العزيزة دي قدمت أم كلثوم 25,000 دينار للمجهود الحربي والمقاومة العربية، أو نقدر نقول 30,000 جنيه استرليني. وأهم من كده إن صوت الفن المصري بينطلق خارج مصر وبيدعو للحرية وللحب وللسلام. ولما التاريخ بيكتب قصة الأيام اللي بيعيشها وطننا العربي، هيذكر في نهاية القصة الفنانة اللي عاشت تغني للحب، تغني للتصوف والأمل لغاية ما بقت رمز الحب والأمل. ولما وقع العدوان ما بقتش بتغني إلا للمقاومة، لغاية ما بقت أغانيها وقود للمشاعر، ولغاية ما بقت شخصيتها رمز للإصرار والشجاعة والأمل.